اولا بس خلوني ابارك لفريق كره اليد رجال كوماندوز اليد في النادي الاهلي بعد الفوز على نادي الزمالك في السوبر الافريقي زي ما حضراتكم بتشوفوا كده، اللي خلصت لسه خلصانه من ما فيش 10 دقائق ربع ساعه، ليحصد الفريق اللقب للمره الثالثه على التوالي والرابعه في تاريخ النادي الاهلي. يتاهل النادي الاهلي لبطوله العالم للانديه والسوبر جلوب كالعاده، يعني ان شاء الله اخر السنه نبقى نتكلم اكتر في هذه الامور. اقيمت المباراه على صاله ميلود هيدفي، والنهارده النادي الاهلي عمل اداء رائع جدا جدا قبل ما يحسموا هذه المباراه رجال كره اليد لصالحهم 23-21. مباراه كانت قويه الحقيقه، قدم خلالها رجال كره اليد اللي فرحانين ومبسوطين قدامنا زي ما حضراتكم شايفين عرضا مميزا بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب وحراسه المرمى. بيني وبينكم النهارده عندنا اتنين حراس مرمى هنتكلم عنهم كتير جدا جدا جدا. ايضا عندنا مدير فني ديفيد ديفيز، المدير الفني الحقيقه اللي قام بعمل خططي رائع جدا 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 بصوره مميزه. النادي الاهلي توج بلقبه الاول لكاس السوبر الافريقي في 2017 لو تتذكروا، لما فاز على نادي الزمالك ايضا في المباراه التي اقيمت في المغرب، ثم حصد اللقب الثاني عام 2022 على حساب نادي الزمالك ايضا في النيجر قبل ان يفوز باللقب الثالث عام 2023 بفوزه على نادي الزمالك في صاله الامير عبد الله الفيصل، ثم اليوم والمره الرابعه اللي بيفوز فيها كوماندوز النادي الاهلي للهاندبول على نادي الزمالك في الجزائر وسوبر افريقي جديد يضاف لنادي الاهلي. ايضا سيدات اليد النهارده حققوا البرونزيه في اول مشاركه ليهم في بطوله السوبر الافريقي على حساب دي جي سي بي الكونغولي ايضا النادي الاهلي. عايز بس اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا جدا جدا. النادي الاهلي لغايه دلوقتي، لغايه اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها دي، كام بطوله بعيدا عن كره القدم؟ 14 بطوله حتى هذه اللحظه. احنا لسه تقريبا في نص الموسم تقريبا، او يعني في الجزء في الثلث الاخير من الموسم، لغايه اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي 14 بطوله. الموسم لم ينتهي في العاب الصالات. مستوى محلي على المستوى المحلي والمستوى الافريقي 14 بطوله. طيب خلينا طيب نروح ايضا لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي هنى لاعبه النادي الاهلي النهارده، لاعبي النادي الاهلي النهارده على الفوز بالسوبر الافريقي الثالث. زي ما حضراتكم شايفين الخطيب يهنئ رجال اليد بالسوبر الافريقي الثالث على التوالي والتاهل لبطوله العالم سوبر جلوب. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على تهنئه لاعبي الفريق الاول لكره اليد وجهازهم الفني والاداري والطبي عقب الفوز مساء اليوم ببطوله كاس السوبر الافريقي للمره الثالثه على التوالي، والتأهل إلى بطولة العالم للأندية السوبر جلوب، وتحقيق إنجاز كبير على الصعيد القاري. أشاد رئيس النادي بالجهود التي بذلها اللاعبون الذين عبروا عن شخصية الأهلي بالإصرار والعزيمة والروح العالية والأداء المميز الذي جعلهم يستحقون اللقب وإسعاد جماهير النادي الأهلي.